نهار جديد، بانوراما إخبارية من صوت فلسطين. 30 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديوهات صوت فلسطين في رام الله. أسعدتم صباحا سيدتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. نهار جديد لهذا اليوم الثلاثاء 26 من تموز لعام 2016. والأبرز على أجندتنا من أحداث في هذا الصباح: جرافات الاحتلال تهدم الليلة الماضية 12 منزلا في قرية قلنديا شمال القدس، وقوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري برام الله وتصيب 3 مواطنين. سلطات الاحتلال تعتزم بناء 70 كيلومترا أخرى من جدار الفصل العنصري في الخليل. الرئيس محمود عباس في كلمته أمام القمة العربية في نواكشوط: نطالب العرب مساندتنا للأعداد لملف لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور. وأيضا في نهار جديد لهذا الصباح، الكنيسة يصوت على قانون اعتقال وحبس الأطفال دون سن 14 عاما. هذه الملفات وغيرها سيدتي سادتي نناقشها في نهار جديد لهذا الصباح. فريق العمل عبد قباجة في الاعداد والتنفيذ، غيث خبيصة في الهندسة الإذاعية، سأكون معكم وصال أبو علي في التقديم، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام من العاصمة القدس، أبرز التطورات هناك يجملها لنا مراسلنا محمد عبد ربه. صباح الخير. صباح الخير وصال، أهلا بك معنا. ما أبرز التطورات في العاصمة سيما ما حدث في قرية قلنديا شمال القدس الليلة الماضية؟ في الواقع وصال، حتى ساعات الفجر الأولى كانت عمليات الهدم في قلنديا البلد متواصلة، كما أفادنا المجلس القروي في البلدة، حيث دمرت سلطات الاحتلال 11 منزلا تدميرا كاملا. نعم. عديد هذه المنازل مكون من طابقين وأكثر، بعضها مأهول وبعضها لا زال قيد الإنشاء في مراحله الأخيرة. قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الذين حاولوا التصدي لجرافات الاحتلال، فأصابت العديد منهم، بينهم رئيس المجلس القروي في قلنديا وشقيقه، وكذلك الزميل الصحفي محمود عوض الله، حيث اعتدي عليهم بالضرب، كما كان عليه الحال في الاعتداء على الطواقم الصحفية التي حاولت الوصول إلى هناك. المنطقة التي استهدفت بالهدم تزيد مساحتها عن 30 دنما، تدعي سلطات الاحتلال أنها مصادرة ويمنع البناء فيها، علما أن هناك قاعدة للصناعات الجوية في المنطقة، وبالتالي عمليات البناء في هناك محظورة تماما كما ادعت سلطات الاحتلال. لكن أهالي القرية نفوا هذه الادعاءات، وأنهم حتى عهد قريب كانوا يخرجون قيد إثبات لملكيتهم لتلك الأراضي. نعم. كما ذكرت بداية، عمليات الهدم انتهت عند ساعات الصباح الأولى، وكما وصفها سكان القرية كانت أشبه بمجزرة لمنازل المواطنين غير مسبوقة. أفدنا أن طواقم من جيش الاحتلال كانت حضرت قبل 3 أيام ووضعت بلاغات لم تسلم للمواطنين، وفوجئوا بوجودها ملقاة داخل الأبنية التي هدمت هذا اليوم أو خارجها في مناطق غير مرئية. بالتالي كان هناك استهدافا لهذه المنطقة، وكان ما جرى غير مسبوق كما قال لنا الزميل
محمود عوض الله، حيث كانت سلطات الاحتلال هدمت بناية لشقيقه مكونة من طابقين. نعم، شكرا لك مراسلنا محمد عبد ربو، كنت معنا من العاصمة القدس على كل هذه التفاصيل. في القدس المحتلة أيضا مستمعينا الكرام، في بلدة أبو ديس على وجه التحديد شهدت هذه البلدة مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أصيب خلالها 30 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع. نهار جديد من صوت فلسطين. سلطات الاحتلال تعتزم بناء 70 كيلومترا أخرى من جدار الفصل العنصري في الخليل. معنا عبر الخط الهاتفي للحديث عن هذا الموضوع السيد سهيل خلالية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج. صباح الخير. صباح الخير، أهلين. أهلا بك معنا. بداية سيد سهيل، ما التأثيرات التي ستنجم عن هذا القرار على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة؟ يعني المناطق المستهدفة بهذه الإضافة هي أراضي يعني شبه مفقودة، وبعض منها سيكون خلف الخط الأخضر أيضا. الحديث عن البناء والتوسع في منطقة الجدار يعني هو ليس لن يأتي فقط بالإطار ما تدعيه إسرائيل وهو الأمني، ولكن هناك حديث عن تغيير مسارات كاملة في الطرق في المنطقة هناك، وتحديدا في المناطق التجارية. يعني إسرائيل تريد أن تنفذ خطة متكاملة، وهي تغيير مواقع عدد من المعابر في الضفة الغربية، ومنها مثل قلنديا وتحديدا المعابر المحيطة بالقدس، ومنها المعابر التجارية على امتداد الخط الأخضر، تحديدا في منطقة طرقوميا في جنوب غرب الخليل. نعم. ونحن أيضا نتحدث عن أيضا تغيير في معالم المعابر الحدودية باتجاه الأردن. يعني هناك أكثر من اتجاه وسيتم العمل عليه، وسينتج عنه تغيير في ليس تغيير ولكن عدد من الكيلومترات من الجدار. نعم، ما هي مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها جراء بناء هذا المقطع من جدار الفصل العنصري؟ تحديدا لم يتم بعد يعني تحديد هذه المناطق المصادرة أو مساحتها، لأنه يعني لم يتم تحديد المسارات بشكل كامل وواضح، ولكن بما أننا نتحدث عن 70 كيلومتر يعني فبالتالي أنا أتوقع أنه على الأقل سيتم فقدان حوالي من 70 إلى 100 كيلو إضافية من الأراضي. نعم، ولكن هل من تحركات ربما قانونية أو شعبية على الأرض من الممكن أن تحول دون تنفيذ هذا البناء لجدار الفصل العنصري؟ هذه المشكلة. إذا كانت التوسعات التي ستكون خلف الخط الأخضر، هناك إمكانية للتحركات في المحاكم المدنية في داخل دولة الاحتلال، ولكن إذا ما كانت أي تحركات ستتم داخل المناطق والضفة فهي تقع تحت الحكم العسكري، وبالتالي يعني أي تحرك سيكون باتجاه حكم العسكر الإسرائيلي، ويعني نحن سنرى مسلسل إضافي من مسلسلات مقاومة المواطنين لدولة الاحتلال في بناء الجدار أصلا. مزيد من المحاكم، مزيد من المقاومة ستشهد، يعني هذا ما سيشهده الواقع على الأرض. نعم، سيد سهيل، ضمن متابعاتكم في معهد أريج، ما هي محصلة المشاريع الاستيطانية منذ بداية هذا العام؟ هل من حصيلة لديكم؟ يعني هناك تم إصدار مع ما تم إصداره مؤخرا 770 وحدة في سفوح مستوطنة جيلو، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 3500 وحدة استيطانية تم إعلانها بشكل
يعني مختلف منها، طرح عطاءات أو موافقة أو طرح أمام الجمهور. يعني تم طرح العديد من المخططات والموافقة على مخططات أخرى استيطانية، تحديدا في كل التجمعات الاستيطانية الواقعة خلف الجدار. يعني ما تم الحديث عنه مؤخرا هو تنفيذ لإرادة إسرائيلية، منها ضم معالي أدوميم وتوسيع هذه المستوطنة وجيلو وهار حما. يعني كل هذا إسرائيل تزيد في موضوع الاستيطان بشكل أكبر وأكبر، وخاصة في المنطقة المحيطة في القدس على وجه التحديد. نعم، شكرا لكم ولجهودكم السيد سهيل خلالية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج، وتحياتنا لكم دائما. وفي هذه المتابعة الإخبارية مستمعينا الكرام، النيابة الإسرائيلية تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بإصدار قرار لمواصلة احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفراج عنها. معنا للحديث عن هذا الموضوع السيد محمد محمود، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا بك معنا، كيف تنظرون بداية لذلك من ناحية قانونية؟ طبعا القرار الذي صدر بالأمس من المحكمة التعديل العليا الإسرائيلية هو أمر احترازي وليس توصية، وهذا ما يختلف عن القرارات السابقة والاستئناف السابق الذي قدم. القرار كان واضح وأمر احترازي يلزم النيابة العامة والشرطة بتقديم، بمعنى أو يجب عليها أن تحضر للمحكمة وتقنع المحكمة لماذا لا تستلم جثامين بشكل فوري للتوقيع لدفع. والمحكمة قررت النيابة العامة فرصة أرسل على نعم هذا. سيد محمد، الصوت غير واضح. المحكمة العليا الآن واضح؟ هل تسمعني؟ نعم تفضل. أنا كنت أقول بأن الأمر الاحترازي الذي صدر هو يلزم النيابة العامة والشرطة أن تحضر للمحكمة وتقنع المحكمة لماذا لا تسلم الجثامين بشكل فوري. نعم. والمحكمة أعطت النيابة العامة مخرج للتخلص من هذا الأمر بأن تعطي الرد حتى تاريخ 15/8/2016. نعم، وما المتوقع في هذه الحالة؟ طبعا أنا فقط أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة، بأن النيابة العامة أول أمس قامت بتقديم رد للمحكمة بحسب ما طلبت المحكمة في آخر قرار، وهذا الرد كان بأنه لا يوجد أي تغيير في موقف الحكومة لأنها لا تريد التسليم حتى هذه اللحظة. أتى هذا القرار ليرفض هذه الادعاءات لأن المحكمة لم تقتنع برواية الحكومة بأنه لا يمكن التسليم الآن. نعم. فأصدرت هذا الأمر الاحترازي الذي هو بمثابة قبول الاستئناف الذي قدم، وحسب رأيي هو سابقة موضوع الجثامين المحتجزة قانونية. نعم، بهذا الإطار ما الخطوة التالية فلسطينيا؟ طبعا نحن الآن يجب، أنا حسب رأيي يجب عدم الاستئناف فقط هذا القرار، يجب مواصلة الضغط السياسي والشعبي لكي يتم التسليم حتى تاريخ 15/8 أو حسب ما تقرره المحكمة إذا النيابة لم تقم بالرد على هذا الأمر الاحترازي الذي صدر. نعم، السيد محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا لك. وفي إطار المتابعة الميدانية سيداتي سادتي، لما تقوم به سلطات الاحتلال في كافة المحافظات، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سباستيا. عن هذا الموضوع معنا مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك معنا، ما هي التفاصيل لديك خليل؟ نعم، يفوج المواطنون في ساعات متأخرة من الليل بإقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة سباستيا غربي محافظة نابلس، حيث شنت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة النطاق ودهم لبعض المنازل في تلك المنطقة، لا سيما في منطقة الآثار التي تقع غربي هذه البلدة، بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخلها
الجنوبي وكذلك الغربي، وبحسب المعطيات الواردة من خلال المواطنين وشهود عيان فقد قامت بعمليات تفتيش واسعة النطاق اعتقلت فيها قوات الاحتلال 3 شبان من محيط هذه المنطقة، عدا عن قيام قوات الاحتلال بعملية إغلاق لمحيط المنطقة الأثرية لأكثر من 5 ساعات، حيث تواجدت قوات احتلال بكثافة في تلك المنطقة لا سيما الطريق المؤدي إلى محيط ما يسمى بمستوطنة شافي شمرون الواقعة غربي القرية، وكذلك قيام قوات الاحتلال بعمليات تواجد مكثفة في محيط منطقة بلدتي الناقورة ودير شرف المجاورتين، هذا عدا عن قيام قوات الاحتلال بتعزيز التواجد الاحتلالي عند المصرف الرئيسي المؤدي إلى بلدة دير شرف غربي محافظة نابلس في ساعات متأخرة من الليل، كذلك نصب حاجز طيار في محيط المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة لا سيما في محيط بلدات سالم دير حطب عزموت شرقي المحافظة. نعم، مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب، شكرا لك. إلى قطاع غزة في نهار جديد لهذا الصباح عبر أثير صوت فلسطين. حركة حماس تكشف أسماء ذوي الشهداء أصحاب الحقوق في فريضة الحج لهذا العام، وهي ليست صاحبة الاختصاص في إعلان أسماء الحجاج. معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة السيد محمد جودة النحال، مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء في غزة. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام. أهلا بك معنا. بداية، هل هذا الكشف الذي تم إعلان الأسماء فيه هو صحيح؟ أختي الكريمة، من البداية عندما تأتي المكرمة هذه مسؤولية المؤسسة، المؤسسة تجمع حسب يتم الاتفاق عليه حسب الدور، هناك يعني برنامج كل عام نستكمل من أين انتهينا في العام الذي قبله. نعم. ولكن أرادوا أن يكون يعني وكأنه يعني لهم علاقة في هذه المكرمة، أرادوا أن يوصلوا رسالة هم كوزارة أوقاف، ولكن نحن بتعليمات السيد الرئيس واضحة، هذه المكرمة تأتي من خادم الحرمين الشريفين للإخوة في الرئاسة وتحول بعد ذلك لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، نعمل مع الكل الوطني الفلسطيني بغض النظر عن انتمائه أو إيديولوجيته بدون أي محاباة، لا نريد أن يكون هناك يعني انقسام في هذا الملف أو يكون محاصصة في هذا الملف للحفاظ على يعني على المكرمة. بالأمس تفاجأنا بأن وزارة الأوقاف وأيضا يعني وزير الأوقاف الدكتور يوسف دعيس يعرف ذلك جيدا بأنه قال بأن وزارة الأوقاف ليس لها علاقة، ولكن هذا ما يعني يؤكد بأنه وزارة الأوقاف في غزة وخاصة في قطاع غزة يعني لا تستمع للأسف يعني لتعليمات السيد الوزير، وأرادوا أن يدخلوا في مناكفات في هذا الموضوع. الكشف الذي تم يعني إنزاله هو غير دقيق، خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك انتهاء من جمع الجوائز، جمعنا قرابة من أصل 500 جمعنا قرابة 420 جهاز، وسيكون خلال الأيام القليلة القادمة ويعني طرح هذه الأسماء والإعلان عنها عبر الإعلام، ولكن نقول لأبناء شعبنا الفلسطيني المؤسسة تعمل بخطى واثقة، لا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع، وقلنا لمن يريد يعني أن يتدخل في هذا الموضوع أن يريح نفسه، لأنه هذه المكرمة للكل الوطني الفلسطيني، والجهة المخولة في هذا الموضوع فقط مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى كما صرح أكثر من مرة الدكتور يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية. نعم. ولن نسمح بأن يكون هناك محاصصة في هذا الموضوع وأن يتدخل أي فصيل، لأننا نتعامل مع الكل بدون أي يعني محاباة. نعم، ولكن سيد محمد ما هدف حماس من ذلك، سيما وأن هذا الموضوع يثير الارتباك بين صفوف الأهالي وإشاعة حالة من الفوضى؟ هم عندما طرحوا هذه الأسماء أرادوا أن يكون فعلا حالة إرباك، ولكن كل أهالي الشهداء يعرفوا ويشهدوا لنا جيدا بأننا نتعامل مع الكل بنفس المسافة، والحمد لله لم يكن هناك حالة إرباك، لأنه يعني الأسماء التي طرحت جزء منها فعلا عليه الدور هذا العام. نعم. وأيضا يعرفوا جيدا كيف الآلية التي نعمل بها، ولكن كما تحدثت أرادوا أن يتدخلوا من أجل إرباك هذا الموضوع والضغط يعني على المؤسسة. نحن نسير بخطوة واثقة، تعليمات السيد الرئيس واضحة لنا،
ملتزمين كل الالتزام نتعامل مع كل الوطن الفلسطيني ولا يعني نلتفت لما يفعلون، موجودين في مكاتبنا نستكمل عملنا، وطمئن أبناء شعبنا الفلسطيني ألا يقلقوا من أي شيء، لأننا يعني نسير بما يعني يملي علينا يعني وطنيتنا وضميرنا في هذا الملف. بالتأكيد السيد محمد جودة النحال مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء في غزة، شكرا لكم ولجهودكم. شكرا. متواصلون معكم في نهار جديد لهذا الصباح عبر أثير صوت فلسطين حتى 8:30. في موضوع آخر، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة إن إجمالي التعهدات القائمة لما تم أو يجري إعادة إعماره من الوحدات السكنية المهدمة كليا في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014 بلغ 6870 وحدة سكنية بنسبة 56% من إجمالي الوحدات المهدمة بالكامل. للمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في الحوار التالي الذي أجراه الزميل محمد أبو الرب مع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة. يعني أولا أنا يعني أقول كل الشكر لإخواننا في الصوت الفلسطيني الذين أتيحوا لنا الفرصة للحديث مع أبناء شعبنا الفلسطيني. حقيقة يعني هذا هو الهم الكبير لدينا كحكومة فلسطينية، ويعني هناك أولوية كبيرة من دولة رئيس الوزراء ومن مجلس الوزراء في موضوع إعادة إعمار قطاع غزة. ولكن نعم كما تفضل أخي العزيز في التقرير أن هناك نعم الآن نحن وصلنا للمرحلة يعني ما يقارب 56% من إنجاز مهمة إعادة الإعمار بالذات في البيوت الكلية من جزئي، ولكن إذا كانت على هذه الوتيرة وطبعا تم وصول بعض الأموال لدينا كحكومة ليتسنى لنا حتى أن نكمل مشوار إعادة الإعمار قطاع غزة، أنا أعتقد يعني أصبحنا قريبين جدا بالانتهاء من هذا الملف الشائك المؤلم لأبناء شعب الفلسطيني وبالأخص في قطاع غزة الذي دمرت بيوتهم في العدوان الأخير على قطاع غزة. نعم، عملية إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار سيد مفيد كيف تتم هذه العملية؟ يعني حقيقة هو الآن يعني بعض دخول المواد البناء بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الشؤون المدنية يعني لها يعني حقيقة دور كبير في التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء في هذه المرحلة أفضل مما كانت قبل شهر وقبل شهرين. يعني هناك بناء تدخل بشكل متناسب مع يعني مع الوضع العام يوميا شبه يومي، ولكن هذا تقريبا يعني يوفي ب 80% من الان في فتره الان في 80% مما تحتاجه من مواد بناء، ولكن احتياجات قطاع غزه بالذات كبيره جدا لان هناك احتياجات ديموغرافيه تحتاجها يعني مواد البناء لزياده عدد سكان قطاع غزه من ناحيه تطويريه. ولكن نحن حتى الان نتحدث عن عمليه اعاده اعمار ما تم تدميره في الادوار الاخيره على قطاع غزه، ولكن هناك احتياجات لابناء شعبنا في القطاع من مواد البناء، وهذا يعني حقيقه ما يضعنا في ازمه يعني كوزاره اشغال وتحدي امام شعبنا مؤلم جدا، لانه لا نستطيع ان نفتح يعني ما يسمى بنظام الجرامز هذا اللي هو تم التوافق عليه بكل الم توافقنا، ولكن هذا كان المتاح حتى ان نمشي بمسيره الاعمار. ولكن نقول الوضع بالنسبة لإدخال مواد البناء أفضل يعني بكثير من قبل شهر. بالنسبة للمساعدات المالية التي رصدت من المجتمع الدولي لعملية إعادة الإعمار سيد مفيد، هل يمكن أن تضعنا في صورة الأرقام التي وصلت وما هو اللازم لإتمام عملية إعادة الإعمار؟ هذا التحدي الكبير أمامنا حقيقة هو عملية أنه عندما كان هناك مؤتمر عدد أعمار قطاع غزة في جمهورية مصر العربية وكان يحضر السيد الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء وجزء كبير من هذه الحكومة المعنية في ملف الإعمار، يعني فحقيقة كان هناك إعلان عن 5.4 مليار دولار. أنا أقول بكل ألم حقيقة هذا ما يعلمنا أنه كثير من الدول ما أعلنت عنهم الالتزامات تم تفي ب5% من التزاماتها، وهذا حقيقة تماما توجه بصرخة من خلال إعلام من فلسطيني من خلالكم من خلال كل الإعلام الصديق لدينا كفلسطينيين كحكومة فلسطينية. نتمنى أن هذه الدول أن تفي يعني هنا بالالتزامات التي أعلنت عنها في مؤتمر جمهورية مصر العربية في إعادة إعمار قطاع غزة ذات الوقت، ولكن للأسف بعض الدول حقيقة يعني كالكويت كقطر كبعض المملكة العربية السعودية من الدول الشقيقة الإسلامية بعض الدول
الأوروبية طبعا تم من ألمانيا تم دفع ما يعني ما تعهدت به. نحن يعني ننظر بكل ألم إلى بعض الدول حتى الآن لم تدفع يمكن 5%، وهذا ما جعل يعني هو جزء من ساعد أنه عدم تسرع بعملية الإعمار بشكل ما يناسب حجم الدمار وحجم الاحتياجات السكان الذين جزء منهم حتى هذه اللحظة وللأسف الشديد يعني يسكن في أماكن ككرفانات أو في أماكن يعني لا تليق بأدمية الشعب الفلسطيني، وهذا ما يؤلمنا كحكومة فلسطينية حقيقة. ولكن نحن أمام هذا التحدي ولهذه الظروف الصعبة للمنطقة كلها، نتمنى من خلالكم أن تصل هذه الصرخة لمن لم يلتزم، ونقول له كل الشكر، ولكن نتمنى أن يرفض هذه الالتزامات. نعم أخي العزيز، لأنه حقيقة ما وصل حتى الآن يعني بالذات إلى قسم موضوع عارف الإعمار من هذا مما أعلن عنه في المؤتمر لا يتجاوز 35% من هذه الأموال الذي أعلن عنه، وهذا كان هو التحدي الكبير أمامنا كفلسطينيين كحكومة فلسطينية كشعب فلسطيني. ولكن نحن نقول يعني أن إرادة أبناء شعبنا الفلسطيني كبيرة جدا، برغم أننا حتى الآن يعني الوضع الفلسطيني العام بالضبط في القدس في غزة هناك حقيقة ونوع بحصار بأشكال مختلفة. بالعودة مستمعينا الكرام إلى الأحداث في قلنديا، معنا للحديث عن هذا الموضوع السيد محمود عوض الله، وهو صحفي من قلنديا. صباح الخير. صباح الخير لك وللمستمعين. أهلا بك معنا. ما الذي حدث في قلنديا الليلة الماضية على وجه التحديد؟ جريمة بشعة، جريمة إسرائيلية جديدة، 11 منزلا تحولت إلى كومة من الدمار. أنا الآن أقف يعني على تلة مشرفة على هذه المنازل. هي المشهد يذكر بما حصل مع حي الشجاعية، صحيح أنه يعني هناك الملابسات تختلف ولكن النتيجة واحدة، دمار هائل. 11 منزلا تضم تقريبا 20 شقة سكنية لأهالي قرية قلنديا تم تسويتها بالأرض. نعم. قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية معززة في وحدات خاصة ويرافقها نحو 10 جرافات القرية، وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة وشرعت بهدم هذه البيوت. طردت بعض هذه البيوت مقطونة يقطنها مواطنون، وبالتالي طردت المواطنين طردت سكانها منها ونكلت بهم وتم هدم هذه البيوت. نعم، شكرا جزيلا لك السيد محمود عوض الله على الصحفي من قلنديا على نقل هذه الصورة لطبيعة الأحداث التي تمت في قلنديا الليلة الماضية. شكرا لك. أيضا مستمعينا الكرام، نعود في هذا الصباح لمراسلنا من العاصمة القدس محمد عبد ربه مرة أخرى. صباح الخير. صباح الخير وصال. ما الجديد لديك محمد؟ نعم وصال، عمليات الهدم التي انتهت في قرية قلنديا انتقلت عند ساعات الصباح الأولى أيضا إلى بلدة العيسوية، حيث تواصل جرافات الاحتلال في هذه الأثناء عمليات هدم لمنازل مواطنين في البلدة. نعم. كانت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال نفذت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من المداهمات، سلمت خلالها عديد اختارات الهدم لمواطنين هناك في البلدة. نعم، شكرا لك مراسلنا محمد عبد ربه من العاصمة القدس على هذه التفاصيل. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى استوديو الأخبار، وموجز بآخر الأخبار بعده نتابع ما تبقى من ملفات نهار جديد لهذا الصباح مع حسام ياسين. صباح الخير.
صباح الخير لك وصال ولكل المستمعين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قوات الاحتلال تهدم بالكامل 11 منزلا قريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، بعضها مأهول والبعض الآخر قيد الإنشاء في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، فيما اعتدت تلك القوات على رئيس المجلس القروي يوسف عوض الله والصحفي محمود عوض الله وأصاب 9 آخرين بالرصاص المطاطي. مراسلنا في القدس أوضح بأن المنطقة المستهدفة بالهدم تزيد مساحتها عن 30 دنوما، وكانت قوات الاحتلال ألقت فيها قبل 3 أيام اختارات بالهدم دون أن تسلم تلك الاختارات للمواطنين. إصابة عدد من المواطنين بردود وجروح وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المدمع في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء أمس على مدخل قرية التواني ببلدة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال كانت اعتقلت 4 أطفال من قرية زبوبة غرب جنين، حيث أفاد الارتباط العسكري لوكالة وفا بأن تلك القوات اعتقلت الطفلين الشقيقين أحمد وعلي نياز جرادات، إضافة إلى الطفلين نور فؤاد جرادات ومحمد سعيد جرادات بعد اقتحامها لقرية زبوبة. الرئيس محمود عباس يطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة شعبنا وتشريده. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عباس في القمة 27 التي انعقدت في موريتانيا وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية رياض المالكي. إعلان نواقشط في ختام قمة القادة العرب مساء أمس يرحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني وفق إطار زمني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية. وزير جيش الاحتلال فيكتور ليبرمان يعترف بأن الوضع على الحواجز العسكرية والمعابر في الضفة غير مقبول ويشكل مساسا بالكرامة الإنسانية والأمن أيضا، وذلك في معرض رد ليبرمان على استجواب من جانب عضو الكنيسة عبد الحكيم حاج يحيى من القائمة المشتركة وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يقول إن الروس الذين يناقشون حاليا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن حول سوريا ما زالوا بعيدين عن مواقف الولايات المتحدة. مقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات بجروح في مأوى للمعاقين قرب طوكيو فجر اليوم إثر إقدام مستخدم سابق في المأوى باقتحام غرفهم وطعنهم بالسكين، حيث أقدم بعد ذلك على تسليم نفسه للشرطة وأعرب عن كراهيته للمعاقين. في حالة الطقس أجواء حارة نسبيا إلى حارة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، فيما يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية من جانبها حذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11 والرابعة عصرا. كان هذا موجز الأخبار، عودة لك وصال واستكمال ملفات نهار جديد. شكرا لك حسام وأهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. إلى الملف السياسي، حيث طلب الرئيس محمود عباس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة شعبنا وتشريده. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس محمود عباس في القمة 27 التي انعقدت في موريتانيا وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية رياض المالكي. لقد انقضى قرابة قرن من الزمان على صدور وعد بلفور في عام 1917، وبناء على هذا الوعد المشؤوم، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، تم نقل مئات الآلاف من اليهود من أوروبا وغيرها إلى فلسطين على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني الذين عاشوا وأباؤهم وأجدادهم منذ آلاف السنين على تراب وطنهم. ولاحقاً لذلك فقد سمحت سلطة الانتداب البريطاني والقوى الكبرى أنذاك للحركات الإرهابية اليهودية باقتلاع وطرد وتهجير قرابة نصف سكان فلسطين إلى دول الجوار وإلى ما تبقى من فلسطين التاريخية. وفي أعقاب النكبة
قامت القوات الإسرائيلية بتدمير أكثر من 485 بلدة وقرية فلسطينية، وترتب على ذلك وجود قرابة 6 ملايين فلسطيني يعيشون حالياً في ديار المنافي والشتات. هذا ونعمل من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، ومروراً بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها. ومع حلول هذه الذكرى الأليمة ومرور حوالي 100 عام على هذه المجزرة التاريخية لأرضنا ومقدرات شعبنا، ومع استمرار هذه الكارثة دون حل، فإننا نطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساندتنا في لإعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بالفور وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة الشعب الفلسطيني وفي تشريده وفي حرمانه من العيش في وطنه وإقامة دولته المستقلة مثل باقي شعوب المنطقة. وقال المالكي في كلمة السيد الرئيس: إننا قطعنا على أنفسنا عهدا أن نبقى صامدين في أرضنا مثابرين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لينعم شعبنا بسلام وأمن. وقد قطعنا عهدا على أنفسنا أن نبقى صامدين وثابتين في أرضنا مثابرين، نعمل بكل جد على إنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا لينعم شعبنا مثل بقية شعوب العالم بالأمن والسلام والاستقرار. حيث تواصل إسرائيل عملياتها الاستيطانية الاحتلالية بشكل بشع وغير مسبوق، وتمارس العقوبات الجماعية وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري واستمرار احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها واحتجاز جثامين الشهداء، ومن هنا فقد حان الوقت وقبل فوات الأوان لحشد الإرادة العربية والدولية المتوفرة لتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو حزيران 1967. وقال: برغم الجهود الأمريكية والروسية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم تحقيق السلام في المنطقة، إلى أن الرباعية الدولية قد فشلت مرة أخرى وفق خطة خارطة طريق. بالرغم من الجهود المقدرة التي تقوم بها كل من أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل منفصل لدعم تحقيق السلام في منطقتنا، إلا أن آلية الرباعية الدولية قد فشلت مرة أخرى في القيام بواجباتها وفق خطة خارطة الطريق. فقد أصدرت الرباعية مؤخرا تقريرا منحازا وغير مقبول، ينتقص من قرارات الشرعية الدولية ويلوي عنق الحقيقة، حيث ساوى بين الضحية والجلاد، الأمر الذي سيشجع إسرائيل قوة الاحتلال على المضي في طغيانها وانتهاكاتها للقانون الدولي. ومن ناحية أخرى، فإننا نكرر ترحيبنا بالمبادرة الفرنسية وبالاجتماع الوزاري التشاوري الذي انبثق عنها، الذي عقد في 3 يونيو حزيران الماضي في باريس بمشاركة وزراء خارجية 28 دولة وثلاث منظمات إقليمية ودولية. ونحن مقبلون على تحرك دبلوماسي يهدف إلى توسيع المشاركة الدولية، الأمر الذي يستدعي دعم الدول العربية لهذه المبادرة الفرنسية بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن قمة بيروت في العام 2002. ونأمل أن تساهم الآلية الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر في وضع سقف زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية للسلام. وحذر من مفهوم يتم تداوله تحت ما يسمى الأمن الإقليمي بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية. ونحذر من مفهوم يتم تداوله
ويروج له تحت مسمى التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي، بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية، يهدف إلى تطبيع تلك العلاقات قبل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. لمناقشة هذا الموضوع سيدتي سادتي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير. صباح النور. أهلا بك معنا. بداية دكتور صائب، طلب الرئيس محمود عباس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، الأمر الذي تسبب في نكبة شعبنا وتشريده. ما الإجراءات المتعلقة بإعداد هذا الملف القانوني ورفع قضية ضد الحكومة البريطانية؟ نعم، صباح الخير. وأولا أريد أن أثمن عاليا قرارات القمة العربية في نواكشوط، إعلان نواكشوط الذي عبر عن دعم كامل للاستراتيجية الفلسطينية، وخاصة طلبوا من اللجنة الرباعية الدولية مراجعة تقريرها السيء الصادر في الأول من هذا الشهر. نعم. أيضا دعمنا للتوجه إلى مجلس الأمن ضد إصدار قرار حول الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين، وكذلك الحال بالنسبة لدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام وسقوف زمنية وإطار متابعة ومرجعيات محددة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ووقف الاستيطان. إضافة إلى ذلك دعمنا في الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات. الأساس في ما دعا السيد الرئيس له فيما يتعلق بوعد بلفور ومقاضاة بريطانيا. الأساس هنا أنه وعد بالفور أعطي من لم يكون هذه الأرض عام 1917، والآن نحن على وشك أن نصل إلى 100 عام من ذلك لمن لا يستحقون، وبالتالي ربط هذا الأمر في وعد بالفور بحفاظ على الحقوق الدينية والمدنية للأقليات غير اليهودية في فلسطين، وبعد ذلك في قرار الانتداب ومن ثم في القرار 181 حيث اشترط على عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أن تنفذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأن تقبل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهذا لم ينفذ، والأمر الآخر لم ينفذ، وكذلك الحل بالنسبة للقرار 242 الذي لم ينفذ، وقرارات الشرعية الدولية التي لم تنفذ، وقرار الجمعية العامة 67 على 19 ولم ينفذ قرار الجمعية العامة 194. وبالتالي كل هذه المسائل المترابطة، لدينا فاروق قانوني فلسطيني وآخر دولي يبحثان كل هذه المسائل والترابط بينها، لأولا طلب العضوية لدولة فلسطين في محكمة العدل الدولية. نعم. يعني نحن الآن لنا مكانة عضو مراقب، دولة مراقب في الأمم المتحدة الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لنا، لنرى إن كان بإمكاننا ونسعى أن يكون بإمكاننا نحصل على العضوية، عضوية دولة فلسطين في المحكمة العدل الدولية، ومن ثم يقدم طلب فلسطين للمحكمة حول هذه المسائل، إضافة إلى المقاضاة في المحاكم البريطانية. يعني الآن هنا الربط يجب أن يدرك الجميع أننا نسعى لأن نكرس ما لم تنفذ إسرائيل من القانون الدولي. يعني هناك جزء نفذ، يعني حتى القرار 181 دعا للتقسيم، جزء نفذ من هذا القرار بإقامة إسرائيل والجزء الآخر بالدولة الفلسطينية لم ينفذ. وهنا المسألة، وهنا تكمل المسألة، أننا نسعى لتنفيذ الشق المتعلق بتجسيد استقلال دولة فلسطين، حيث المكان القانوني لدولة فلسطين الآن هي دولة تحت الاحتلال. نعم. دكتور صائب، فيما يتعلق برفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، ما الإجراءات التي ستتبعونها في هذه القضية؟ كما قلت، الأمر الأول نحن ندرس الآن إمكانية محكمة العدل الدولية، والأمر الآخر هو المقاضاة في المحاكم البريطانية. نعم. في كلمة الرئيس أيضا التي ألقاها بنيابة عنه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، حذر سيادته من مسمى التعاون الإقليمي أو الأمن الإقليمي بهدف خلق تنسيق أمني إقليمي بين إسرائيل والدول العربية. إن تم ذلك بالفعل، ما انعكاساته على قضية شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف؟ الرئيس كان واضح ومحدد، مبادرة السلام العربية واضحة ومحددة وتحرم التطبيع مع إسرائيل قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية وعلى رأسها القدس التي احتلت عام 67. وبالتالي أي جهة تقول أنهم يأتون إلى فلسطين لمساعدة فلسطين، لا نريد هذه المساعدة الآن،
لا نريد هذه المساعدة الآن لأنه هذا مكافأة للاحتلال ومكافأة للاستيطان ويجب أن تتوقف كل أشكال التطبيع. هذا ما قاله الرئيس في خطابه الذي ألقاه الأخ رياض المالكي بالأمس. المبادرة العربية من ناحية أخرى لا يمكن أن تتغير المفهوم، الانسحاب أولا والتطبيع يلحق. أما أن تحاول البعض الآن وتحاول إسرائيل طبعوا من ثم انسحب، هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، وبالتالي يجب أن تقيد بمبادرة السلام العربية. نعم. أيضا فيما يتعلق بأقوال التعاون الإقليمي وتصدير الخوف، الخطر على هذه المنطقة هو من استمرار الاحتلال الإسرائيلي. هناك وصل البعض في هذا العالم العربي والعالم الفلسطيني أن يحرم علينا أن نقول أن هزيمة الإرهاب تتطلب تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا المؤتمر الأخير للحركة لمجلس اليهودي العالمي. نعم. هذا ما نصه، كيف نحارب ذلك؟ كيف نحارب ذلك؟ وفعل وجدوا ثغرات هنا وهناك في اتصالاتهم، حتى وصل البعض منا للقول في كتاباتهم ومقالاتهم أنه سذاجة أن تكون هناك القول أنه تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي يقود لهزيمة الإرهاب. هذا تماما القرار الذي صدر عن المجلس اليهودي العالمي برئاسة رون لاودر في اجتماعه الأخير، والجميع يعرف من هؤلاء. لذلك نحن نقوله بصوت مرتفع، نعم لا يمكن هزيمة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة إلا بتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي. أما الحديث عن تعاون أقليمي ضد هذه الدولة أو تلك فهذا كلام أيضا، نحن نقول أنه يجب التقييد مبادرة السلام العربية فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل. نعم، أيضا في هذا الإطار دكتور صائب، وفي إطار كلمة الرئيس محمود عباس، جدد سيادته ترحيبه بالمبادرة الفرنسية وبالاجتماع الوزاري التشاوري الذي انبثق عنها، مضيف أن الرباعية الدولية فشلت مرة أخرى في جهودها المبذولة على صعيد عملية السلام، سيما تقريرها الأخير والذي يتعلق بموضوع الاستيطان. كيف تعلقون على ذلك؟ كما قلت يعني نحن ثمننا عاليا قرارات القمة العربية، قرارات إعلان مواكشط الذي دعت اللجنة الرباعية إلى إعادة النظر في تقريرها سيء الصيت، تقريرها غير متوازن، تقريرها الذي لا يستند إلى مواقف لا أمريكا ولا روسيا ولا الأمم المتحدة ولا إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة الأمم المتحدة. يعني أن يوافق مندوب الأمم المتحدة على ما جاء في هذا التقرير، هذا يعتبر خرق صارخ لكل ما قامت ولايات الأمم المتحدة لتحقيقه من قرارات. كان على التقرير أن يقول أن سلطة الاحتلال الإسرائيل فشلت في تنفيذ كل ما عليها من التزامات، أما المساواة والقول أنه والله هذا الشعب لا يستحق الاستقلال لأنه هناك تحريض وهناك عنف كما هناك استيطان، فهذا كلام فارغ، كلام مرفوض جملة وتفصيلا، لا يستند ولن يخلق حق ولنشي الالتزام. الأمر الآخر الذي نثمنه عاليا هو دعم المبادرة الفرنسية والإعلان نواكشوط تحدث عن وضع سقف زمن المفاوضات وسقف زمن التنفيذ وإطار المتابعة ووقف شامل للاستيطان بما يشمل القدس وتنفيذ الاتفاقات الموقعة والالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أسبوع، إضافة إلى الدعوة للمصالحة الفلسطينية بتشكيل حكومة وحدة والذهاب إلى الانتخابات. لذلك أنا باعتقادي أن إعلان نواكشوط هو دعم كامل عربي إجماعي للاستراتيجية الفلسطينية في العمل السياسي الآن. نعم، ما هي آخر الجهود فيما يتعلق بإنجاح المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام؟ آخر لقاء تم ما بين سيادة الرئيس محمود عباس وسيادة الرئيس هولندا كان يوم الجمعة الماضي قبل أيام، وبالفعل تم الاتفاق على الاستمرار في العمل الدؤوب لعقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية العام، وكما قلت ضمن المعايير التي تحدثنا عنها في بيان القمة العربية بالأمس. نعم، شكرا لكم الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتحياتنا لكم دائما. إلى موضوع آخر في نهار جديد لهذا الصباح، الكنيسة يصوت بالقراءة الأولى والثانية على قانون اعتقال وحبس الأطفال ممن هم دون سن 14 عاما. معنا عبر الخط الهاتفي المحامي أسامة السعدي وهو النائب العربي في الكنيسة. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا بك معنا سيد أسامة، كيف تنظرون لكل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي عبر هذه القوانين؟ يعني هذا القانون الذي تم التصويت عليه أمس في لجنة القضاء والدستور بالقراءتين الثانية والثالثة بموافقة الائتلاف اليميني المتطرف، وأيضا للأسف الشديد
بموافقة قسم من أحزاب المعارضة، وينص على إمكانية فرض حبس فعلي، سجن فعلي على الأطفال دون سن 14 بين سن 12 وسن 14. وهذا طبعا القانون بادرت إليه الحكومة وخاصة وزيرة القضاء أيلت شكيد بعد الحادثة وقضية الطفل أحمد مناصر المعروفة للجميع. وهذا يعتبر طبعا يعني انتهاكا للمواثيق الدولية وخاصة بكل ما يتعلق بحقوق الأطفال. هذا يتناقض تناقض صارخ مع قانون حماية الأطفال وحقوق الأطفال. ولكن طبعا هذا الائتلاف اليميني وهذه الحكومة اليمينية يعني تضرب بعرض الحائط بكل المواثيق الدولية والحقوق الأساسية، وطبعا تستغل الأوضاع الأمنية. عندما سألت عن عدد الحالات التي حدثت في السنوات الأخيرة والتي يريدون بسببها تغيير هذا القانون الأساسي في دولة إسرائيل منذ عام 1971، قالوا أن عدد الحالات التي قام يعني أطفال قاصرين بارتكاب حالات قتل أو محاولات قتل هي 5 حالات فقط. القانون سيطرح على الهيئة العامة للكنيسة الأسبوع القادم للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وأعتقد أنه للأسف الشديد سيستطيعون تمرير مثل هذا القانون وسيصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع القادم. نعم سيد أسامة كنواب عرب في الكنيسة، ما هو الدور الملقى على عاتقكم؟ يعني نحن الوحيدون الذين نتصدى لهذه القوانين العنصرية ونقوم بفضح هذه السياسة العنصرية للحكومة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة وخاصة الأطفال المقدسيين منهم، ونحن نعمل على كشف هذه السياسة العنصرية التمييزية، وإعلاميا أيضا نطرح هذا الموضوع دائما باستمرار، وأيضا في المحافل الدولية وفي المؤسسات الحقوقية الدولية. وأعتقد أنه علينا جميعا تكثيف هذا الدور والتصدي لهذه القوانين العنصرية. للأسف نحن في موقعنا كقائمة مشتركة في المعارضة لا نستطيع في كثير من الأحيان إفشال هذه القوانين بسبب الائتلاف اليميني المكون من 66 عضو كنيسة، ولكن يجب علينا الاستمرار في التصدي لمثل هذه القوانين العنصرية. نعم إذن بهذا الإطار يعني أن لديكم خطة ربما للحيلولة دون تنفيذ المزيد من هذه القوانين؟ يعني هناك أنا قلت أن هناك سيل جارف من هذه القوانين العنصرية لهذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد. أكثر من 60 قانون عنصري غير ديمقراطي غير دستوري تم تشريعه منذ عام على الانتخابات في قبل سنة ونيف، وهذه الحكومة بقيادة مايسترو التحريض العنصري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مستمرة للأسف الشديد في انتهاك كل القوانين الأساسية وكل المواثيق الدولية والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وعلينا جميعا يعني وخاصة أيضا في السلطة الوطنية الفلسطينية يعني أن تأخذ دورها أيضا في طرح هذه القوانين على المؤسسات الدولية وفي كل المحافل الدولية لكي يعني يرى العالم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة بكل ما يتعلق بأطفالنا الفلسطينيين. نعم شكرا لك السيد أسامة السعدي النائب العربي في الكنيسة. في الشؤون الإسرائيلية سيدتي سادتي، نتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بالأمس أنه سيقوم قريبا بإسناد عدد من الحقائب الوزارية التي يتولاها حاليا إلى وزراء آخرين. معنا لمناقشة هذا الموضوع السيد وديع أبو نصار المحلل المختص بالشؤون الإسرائيلية. صباح الخير. صباح الخير لك وجميع المستمعين. أهلا بك معنا، كيف بالإمكان قراءة هذه الخطوة؟ يعني كما يبدو رئيس الحكومة لديه رغبة بإدخال تعديل على حكومته، وهنالك الآن إمكانيتان. الإمكانية الأولى أن يرضي بعض الليكوديين يعني أعضاء حزبه من خلال تحويل بعض الحقائب الوزارية له، ونحن نعلم بأنه يحمل الآن 5 حقائب وزارية إضافة إلى كونه رئيسا للحكومة.
الإمكانية الثانية هي كما يبدو جست نبض بعض الأحزاب المعارضة من أجل الانضمام إلى الائتلاف وفحص إمكانية إعطائها جزء من هذه الحقائب إن لم يكن جميع الحقائب التي يتبوأها الآن. نعم، ما تأثير ذلك على المشهد السياسي الإسرائيلي؟ يعني السؤال هو فعلا إذا سيعطيها إلى أعضاء من الليكود فالتأثير سيكون هامشيا، أما إذا سيعطيها إلى أحزاب من المعارضة فهذا الأمر من شأنه أن يغير نوعا ما وإلى حد ما وليس بشكل جذري خطاب الحكومة. هنالك من يقول بأنه إذا ما ربطنا الأمور بعضها ببعض، يعني خطاب رئيس الحكومة نتنياهو الليلة للمواطنين العرب في إسرائيل، اللهجة المعدلة من خلال الحديث عن رغبة بالتعاون مع مصر، استقبال الجنرال السعودي أنوار عشقي في إسرائيل، يعني هنالك من يقول بأن نتنياهو يلمح وكأنه يريد أن يتغير نحو الأفضل بعلاقاته مع العرب، مع أنني أعتقد أنه لا زال من المبكر الحديث عن تغيير جوهري لدى نتنياهو بهذا الصدد. نعم، شكرا لك سيد وديع أبو نصار المحلل المختص بالشؤون الإسرائيلية. بهذا سيداتي سادتي نأتي وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد، وكان الأبرز على أجندتنا: جرافات الاحتلال تهدم الليلة 12 منزلا في قرية قلنديا شمال القدس، وقوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري برام الله وتصيب 3 مواطنين. سلطات الاحتلال تعتزم بناء 70 كيلومترا أخرى من جدار الفصل العنصري في الخليل. الرئيس محمود عباس في كلمته أمام القمة العربية في نواكشوط: نطالب العرب مساندتنا لإعداد ملف لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور. الكنيسة تصوت على قانون اعتقال وحبس الأطفال دون سن 14 عاما. هذه تحيات فريق العمل: عبد قباجة في الأعداد والتنفيذ، غيث خبيصة في الهندسة الإذاعية، كنت معكم وصال أبو علي في التقديم، لكم محبتي وإلى اللقاء. فلسطين يا بلاد العز، مجدك علا علا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا. فلسطين يا بلاد العز، مجدك علا علا، شوكي بعيون الغدار تشهد قال لا. الله 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 الله، منصورين بإذن الله. الله 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 الله، منصورين بإذن الله. فلسطين إلنا وبدمنا عنا ما منتخلى. فلسطين يا بلاد العز، مجدك علا علا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد قال لا. يم الشهيد مبروك الشهادة، سقينا الأرض بدم كرمالك يا بلادي، زغرتي يم الشهيد مبروك الشهادة. الله 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 الله، منصورين بإذن الله. الله 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 الله، منصورين بإذن الله. فلسطين إلنا وبدمنا عنا ما منتخلى. نادينا وبعال الصوت خلي الدنيا تسمع، رجاله ما بنهاب الموت فدائي وراسي بيرفع. نادينا وبعال الصوت خلي الدنيا تسمع، رجاله ما بنهاب الموت فدائي وراسي بيرفع. الله 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 الله، منصورين بإذن الله. الله 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 الله،
فلسطين.